اهلا بحضراتكم مرة ثانية اسمحوا لي الحقيقة أقف مع لقطة مهمة جدا النهاردة يمكن ناس كتير منكم يكونوا تابعوها على, على السوشيال ميديا لكن قبل ما أدخل بس في تفاصيل أخبار ونروح للكورة والرياضة وهي رياضة برضو الحقيقة نقف مع احتفالية النهاردة قادرون بإختلاف ومع أحمد ولد الحقيقة من ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة اللي عبر عن حبه وانتمائه للنادي الأهلي وما كسفش إنه يطلب من أعلى راس في الدولة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يكون لاعب من لاعبي السباحه في النادي الاهلي وطلب ده من الرئيس والحقيقه يمكن كمان طبعا يعني الرئيس اهتم بطلبه ووعد بتنفيذه والاهلي ما تاخرش كالعاده طبعا وكابتن محمود الخطيب بعت مباشره موافقه النادي الاهلي على قبول انضمام لاحمد لفرقة النادي الاهلي تعالوا نشوف اللقطه ونرجع نتكلم عليها انها الحقيقه لقطه مهمه جدا وفيها كتير من الرسائل عن اهتمام الدوله بذوي القدرات الخاصه او ذوي الهمم نشوف اللقطه دي ونرجع لحضراتكم بصراحه عندي امنيه ونيه كبيره كمان ايه بقى انا بصراحه انا سباح ونبسي يعني العب سباحه في النادي الاهلي طب ما لازم لازم النادي الاهلي ياخدك دلوقتي يا احمد دلوقتي واحنا قاعدين كده خلاص انت هتطلع من هنا على الميوع على طول <applause> لا واحمد ما شاء الله كمان يعني مثقف وبيقرا كويس وعنده معلومات هايله كمان ومستمع جيد لكل محطات الاذاعه مش كده مظبوط اه وبتحب الجمبري وال لا خلي الموضوع تبعتين بقى <تصفيق> 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 يعني النادي الاهلي دلوقتي كله فرحان انك انت تبقى عضو من اعضاء طبعا ايوه طبعا أنا سباح وبطل كمهرية برضه حضرتك صحيح ايوه صحيح طبعا طبعا كابتن محمود الخطيب بعت ابروف ده على طول دلوقتي بس <applause> خلاص <applause> طبعا حلم كبير جدا الاهلي ده زي ما قلت الصبح حياة وناس كتير جدا تحلم انه اسمها يرتبط باسم نادي الاهلي اهتمام الرئيس الحقيقه من اول يوم تولى فيه المسؤوليه بذوي القدرات الخاصة ما اعتقدش يعني وبعد مرور يعني فترة طويلة جدا تقدر تقيم فيها شكل الاهتمام وحجم الاهتمام الكبير جدا بتبديد ده ولا تجاه الملف ده مش فكرة تعاطف لأنه في كتير من الناس ممكن تبص للموضوع على أنه مجرد تعاطف مع جزء هو جزء ونسيج من المجتمع المصري لكن يوم بعد يوم بيثبت سيادة الرئيس ومن وراه مؤسسات الدولة كلها الحقيقة انه الموضوع اكتر بكتير من مجرد تعاطف الموضوع هو ايمان بدايه بانه الناس دي ليها حقوق اهدرت لفترات طويله جدا وهمشوا لفترات طويله جدا وبالتالي ايمان بانه حقوق الناس دي لابد انها تروح لهم الجزء الثاني هو ثقه الحقيقه ثقه في انه الجزء ده او او الشريحه ده دي من المجتمع عندها قوه اراده غير طبيعيه وعندهم رغبه وعندهم اصرار على ان هم يثبتوا ذاتهم على الرغم من انه ممكن يكونوا بيعانوا بشكل من الاشكال وفي مناسبات كتيره جدا الحقيقه بيثبتوا دايما ان هم اهل للثقه دي وبيثبتوا في مناسبات كتيره جدا انه الاعاقه الحقيقيه عمرها ابدا ما كانت جسديه وان الاعاقه الحقيقيه موجوده هنا عمر العقل الجسديه ما منعت الابطال دول والنجوم دول في مختلف المجالات رياضه او غير رياضه ان هم ما يحققوش نفسهم او يثبتوا قدراتهم بشكل كبير تحيه لابو حميد وبالتاكيد طبعا هنتابعه وهنتابع اول ظهور ليه بكره ان شاء الله الساعه 1 الظهر كابتن محمود الخطيب هيستقبل احمد ان شاء الله في النادي الاهلي